دكتور، أنا عندما أدعو ربي عندي يقين تام بقدرته المطلقة، ولكن يبقى لي لدي هاجس جنوني بأني لا أستحق الإجابة، لا أستطيع تجاوز هذا الهاجس. وأنت ذكرت أن الفرج قد يتأخر. أبوك هذا الهاجس هاجس شيطاني وسواس. إذا جاك هذا الهاجس تجدد علاقتك بربك، لكن كل العالم عندهم تقصير وعندهم ذنوب وعندهم مشاكل وعندهم تقصير مع ربهم. الزبدة في الموضوع أن هذا الهاجس هاجس شيطاني بس يبعدك عن الدعاء. هذه الوساوس، أن الله ما يجيب دعائي، أن الله ما يحبني، أن الله ما يقبل مني، أن الله من هو ربي وش ربي متى بدأ ربي، كل هذه وساوس. إذا جت الأحد منا يا أخواني أبنائي وبناتي عليه أن يتوضأ وصلي ركعتين، يتوضأ وصلي ركعتين، يتوضأ وصلي ركعتين، ويدعو الله في هذه الركعتين أن الله يشفيه ويبعده ويبشر بخير.